عادة يعني بكل عائلة أكو شخص هو يكون القائد في غياب الأب. منو كان القائد بالأسرة؟ يعني منو كان مسؤول عليكم؟ بس حاليا حاتم اخوي الكبير هو اوجه حاتم. تحيه من خلال قناتكم واقول له رمضان كريم عليك وعلى عائلتك، يا رب يحفظك ويديمك زين، ويخلي خيم علينا. الله يحفظك. الله حاتم يسلمك. العراقي هو كان المسؤول ايه عنكم كأب. المسؤول يعني ايه كأب وكأخو، كأخو. يعني هو يعني وفر لنا كل شيء عندنا، كل شيء بحياتنا، يعني ما قصروا ويانا. موقف تتذكره من حاتم؟ حاتم كله مواقف، موقف معين بالطفولة كل يعني. شيء كل شيء حاتم. ولو مو حاتم انا ما قاعد يمك هسه. زين. هو صاحب فضل علينا، يعني ما ننساه طول عمرنا، يعني تحسه اخ واب لنا. فحاتم هو اللي حاتم هو ضحى على قدوتنا. موتكم وكذا. ضحى وتعبناه ويعني تحمل ضيم من عندنا، يعني على مودنا احنا.